كاكاواتو. مرحبا استاذ. هلا حبيبتي، بدي اطلب بيتزا. بدك؟ لا لا انسى. طيب. ولا اقول لك؟ لا خلص انسى. بدك بيتزا ولا لا حبيبتي؟ يعني بدي بس ما بدي، يعني خايفه انك يعني بدك وما بدك يعني عادي. ما خلص خايفه تكون بارده. حبيبتي خذيها، هذا بارده بنسخنيها في الدار يعني عادي. ما هو خلص، لا خلص انسى. يعني بدك ولا لا؟ طب اسمع، اذا بدك جيب بيتزا بالتونه. وليش اجيبها بالتونه يعني؟ عشان انا بحبها بالتونه. طب وانا مالي ومالك يعني؟ انت بتحبيها بالتونه، انا بحبهاش بالتونه يعني. انا بحبها بالتونه. طب انا اطلب الي، ليش اطلب الك يعني بيتزا بالتونه؟ ما انا بدي اياها الي. انا بحبها بالتونه. طب يا حبيبتي ليش يعني بتحبيها بالتونه لازم اطلبها انا بالتونه؟ بدها بيتزا بالتونه. ايه اللي صرفي لي انا الاشكال؟ فيها تونه، فيها تونه، بدك بيتزا، يلي انا الاشكال. انا اصلا بياع الغاز، شو دخلني بالبيتزا؟ المحل ماجور له سنه مغلق، الزلمه بعني الجره وهذول فضيات. اني لو ملانات اكلتن اكل بالتونه، بدي تونه، يا خذي تونه، يا متحب تونه. انا انا الاشكال. العافيه معلم. هلا. عندك 100 كعكه؟ والله ما في الا 3 كعكات. يعطيك العافيه. العافية معلم. هلا. عندك 100 كعكة؟ هي هن 3 كعكة تاعت امبارح. يعطيك العافية. هلا. يعطيك العافية. هلا. عندك 100 كعكة؟ هي هن 3 كعكات تاعت أول امبارح. يعطيك العافية. أهلين يا أخوي. يعطيك العافية معلم. هلا. عندك 100 كعكة؟ هي 100 كعكة على العدد. هاي شواربي إذا بتبيحن. أي والله لفجرك. مرحبا يا أستاذ. أهلا وسهلا. شو الأخبار؟ أهلا أهلا، شرفتنا. كيف الأمور؟ ممتازة، أهلا وسهلا فيك. الله يبين إنه عندك بضاعة حلوة ومميزة يا أستاذ. لا عندنا بضاعة نخب بتجنن، أهلا وسهلا فيك. لا واضح بتجنن بتجنن. بضاعة نخب النخب النخب. حبيبي. يا أهلا وسهلا حبيبي. فيك. لا عن جد، وبضاعة دلوعة كمان زي حبيبي. أمورنا أستاذ. أستاذ كم سعر هذا الجاكيت؟ على فكرة أنت مزوق. جد مزوق مزوق مزوق. حقه 300 دينار، عليه خصم بصير 60 دينار.
حلو حلو كثير. طيب استاذ اسمع، في عندي صديق هيك على باب الله بدي اخذ له هديه، هو عنده عزه نفس. فانا هلا بعطيك 50 دينار، شايف كيف؟ 50 وبكره بس نعدي بتقول انه هذا سعره 10 ليرات. ماشي، اوعى تجيب سيره ال 50 دينار. على فكره انت اثرت فيه، انت انسان رائع جدا. قريت عندي اصحاب زيه، اصحابي كلهم سافروا. يا اهلا يا اهلا. سلامات. الله يسلمك. مرحبا عمي. اهلا وسهلا. انا مسكين. بعرف انك مسكين. اهلا وسهلا. انا مسكين يا عمي، حكيت له عنك انك مسكين. هو تاكد ان انا مسكين يا زلمه؟ بيعرف. خلص انا. اهلا وسهلا، شرفتونا نورتونا. استاذ الجاكيت اللي حكيت لك عنه امبارح موجود؟ فرجينا اياه. يلا يلا تفضل. عمي انا مسكين. يا زلمه بيعرف بيعرف. تفضل 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 شباب. هي الجاكيت. هي ايوه. قديش حكيت لي سعره؟ هذا سعره 10 دنانير عليه خصم 700%. حلو. غالي غالي. زلمه هيو بجنن عليك. شو؟ عم انا مسكين بطلع مش يا حلو. عمي بعرف انك مسكين، والله والله حكيت له انك مسكين. ما بيطلعش حلو عليه عشان مسكين عمي. لا لا بيطلع حلو. لانه بجنن عليك يا رجل. والله قديش؟ 10 ليرات. 10 ليرات. اعطي. هي واحد. تسلم. والله انك صاحب واصيل. انت صاحبي الوحيد، انا كل اصحابي ماتوا بالقطار. القطار فلت عن سكة دخل بالعمود. طيب طيب. صابهم 4 فاز. اوكي فاهم فاهم. لاقوا اسنانهم في تنزانيا صرنا نلمهم. انا مسكين. خذ لك جاكيت. خذ لك واحد. خلص باخذ باخذ. شو رايك بالاسود؟ مش عارف والله، حلو عليك لف اشوف. ايوه. جد حلو حلو لف. بطلع حلو؟ لانك مش مسكين بطلع حلو عليه صح؟ انا مسكين بطلعش. باخذ واحد. خذ واحد. خلص انا بدفع. لا 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 خليني ادفع. انا بدفع يا الله. خليني. خلص لانك صاحبي ول. خلص هي 10. ماشي يلا سلام. كبرت فيكم يا عم حبيبي. يلا سلام. بديش ينسى ان انا مسكين. لا 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 بنسى. بنسى. بديش ينسى. خلص. حلو جاكيتين 120 طلعوا علينا ب 70 دينار. جهزت لي محل موبايلات؟ جاهز لبكره. ومحل التلفزيونات جاهز. على فكره صاحب المحل مسكين. ايه اعطوني 20 دينار. قال هذول مساكين، طلعت انا المسكين واصحابه ميتين في القطار. فرق تعال يا ابو القطار. حبيبتي بحبش الورد، بيعمل لي حساسية في القلب. ولا بحب الخبز، بيعمل لي حساسية في الأمعاء. بوش. التليفون بيرن. قوم رد. قلت هذا جرس الباب. حبيبي هذا تليفون قوم رد. شو جرس الباب؟ مالك عندك شلل صوتي؟ جرس الباب اللي بيرن. التليفون. خلص صار عندك حول صوتي، التليفون. مين؟ 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 ايه؟ والله مش الباب هذا، انا اللي طلعت عندي حوال صوتي. هذا التلفون. الو؟ هلا؟ لا اله الا الله. كله غير. كله غير يا زلمه. ابوس ايدك كله تغير. ابوس اللي برجلك كله غير يا زلمه. كله غير يا زلمه، لا اله الا الله. كله غير. يا زلمة قولوا غير، غير قول، قولوا غير مش على الله، قولوا غير، قولوا غير، غير قول، قولوا غير، ألو. تغلبيش عليك حبيبتي، بحبش الورد، بعمل لها حساسية في البنكرياس. اسمعي من الآخر، أنا اتجوزت عليكي. والله كنت حاسة إنه المي بتمشي من تحت جري وأنا زي الهبلة. ما رح أعيط وهتفكر إني رح أعيط ولا رح أدعي عليك. يا رب يا رب ترجع لي محمد. الله لا يسامحك. ما رح أدعي ولا رح أشهد كمان. تشكيك. أنا
أنا عندي كرامة ما رح أعيط. خلص فهمنا عندك كرامة بتعيطيش واضح. ولا رح أحكي الله إن شاء الله جراف اللي تطلع عليك يا رب ما رح أدعي. جاهزي شنطتك خلينا نطلع عند دار أهلي. كل أغراضي هلا رح أجهزهم. وجاهزي فنادرك بدنا ترولي. ما رح أعيط أنا ما رح أعيط. لا واضح بتعيطي. لميت اغراضك وكنادرك؟ كل اغراضي لميتهن. طيب لانك بدك يمكن 40 يوم. ما رح اعيط ولا رح اشهق. لا مبين عليكي بتعيطيش ولا بتشهقي، خلاص مش متاثره مبين عليكي حبيبتي. مبين عليكي ولا متاثره ولا متاثره، طلعت روحك، روحك طلعت. حبيبتي بصراحة أنا كذبت عليكي، لا تجوزت عليكي ولا غيره، بس أمك توفت. نعم يا خاك، عنجد حبيبي سقطت لي قلبي، لا تمزح معي مزحة تقيل تاني مرة مثل هيك. يا الله نعم يا خاك. طلعوها شباب متعطرة وجاهزة. تفضل. ألو. أيوة. كله غير يا زلمة، كله غير، كله غير يا زلمه. شو في يا زلمه؟ اختك جوزها تجوز عليه. فهمت، معناته امي توفت. الله يعطيك الف عافيه حبيبي. متعطره وجاهزه يا معلجوره.